شكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء سعيدك الأرض وزمن الزراد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا الذنوبين علينا ادخلنا في تجربة لك تفضل استريح النهاردة عيدنا مش كده عيدنا وعيد الكنيسة كلها عشان ما نبقاش متحيزين لكن هو عيدنا
حتى وان كانت كل المسكونه تحتفل. مش سامعين؟ حاضر. نبتدي بالتسابيح والتمجيد والألحان والأنغام من فريقنا الحلو جدا، فريق تسبيحنا. اسم جميل. احنا في السماء هيبقى شغلتنا هي تسبيح. نحيي فريق تسبيحنا. جاست ان هم سمعوا انه مطلوبين، جم مهرولين مسرعين مرنمين منشدين قائلين. اتفضلوا.
بس نوري وأعيش لحظة في صوري.
الصعوبات يا عذرا ماريا. حنانك يا أمي تملي قلبي سلام، كان نفسي أبقى منهم وانده بصوتي عليكي، تيجي بحنانك يا أمي تملي قلبي سلام، كان نفسي عليا أشوفك وأشوف بس نورك وأعيش لحظة ظهورك طوباك يا عذرا ماريا. كان نفسي عليا أشوفك وأشوف بس نورك وأعيش لحظة ظهورك طوباك يا عذرا ماريا. بس نوري وأعيش لحظة ظهوري طوباك يا عذرا ماريا.
في قلوبهم عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا له. لأن الرب شمس ومجد فهو يعطي رحمة وعون للسالكين إليه بالكبال وعن طالبيه لا يمنع الخير. للسالكين إليه بالكبال وعن طالبيه لا يمنع الخير. تبارع ناس عزهم بك ترك بيتك في قلوبهم عابرين في وعد البكاء يصيرونه ينبوعا له. تبارئ ناس عزهم بك ترك بيتك في قلوبهم عابرين في وعد البكاء يصيرونه ينبوعا له. يسوع يا فدينا بعد العذرة لينا
عشرت وسينا ونحل البركة فينا يسوع يا بنينا بعت العذرة لينا عشان توسينا وتحل البركة فينا حبيبنا يلي نولنا ظهرت في كنيستنا ورجعت لنا فرحتنا يا عذرا حبيبنا يلي نورت بلادنا ظهرت في كنيستنا ورجعت لنا فرحتنا يا عذرا يا أم النور إنينا هنا وسرور يسوع يا فدينا بعت العذرا لينا عشان توسينا وتحل البركة فينا يسوع يا فدينا بعت العذرا لينا عشان توسينا وتحل البركة فينا وهبني الحياة ما علي
صوتا صوتا كل محبة وإخلاص مش لاقي زي حبيبي دورت في كل مكان دورت في كل مكان بجماله جرى جرى أجمل من كل الناس نروته صادع صادع كل محبة وإخلاص مش لاقي زي حبيبي دورت في كل مكان دورت في كل جدا جدا هناخد جزء من مقتطفات من السنكسار عشان نعيش الأحداث الحلوة بتاعت 2 أبريل 68 في مساء مثل هذا اليوم زي النهاردة في اليوم الثاني من شهر أبريل 68 عهد البابا كيرلس السادس 116 بدأت سيدتنا كلنا فخر جنسنا مريم العذراء تتجلى في مناظر روحانية نورانية في وعلى قباب الكنيسة المدشنة باسمها في الزيتون. قد توالى هذا التجلي في ليال متعاقبة بصورة لم يعرف لها نظير في الشرق أو في الغرب، ويطول هذا التجلي في بعض الليالي إلى بضع ساعات دون توقف أمام عشرات الألوف من البشر من جميع الأجناس والأديان. الكل يراها بعيونهم ويشيرون إليها ويتشفعون بها في ترتيل وابتهال ودموع وتهليل وصلاة، وهي تنظر إلى الجماهير نظرة حانية، ترفع أحيانا كلتا يديها لتباركهم في جميع الاتجاهات. أول من لاحظ هذا التجلي هم عمال مؤسسة النقل العام بشارع تومانباي، الشارع اللي جنبنا على طول، الذي تطل عليه الكنيسة. وكان الوقت مساء، فرأى الغفير عبد العزيز علي المكلف بحراسة الجراج ليلا جسما نورانيا متألقا فوق القبة، القبة الكبيرة، فأخذ يصيح بصوت عال: نور فوق القبة. ونادى على عمال الجراج فشهدوا أنهم أبصروا نورا وهاجا فوق القبة الكبرى للكنيسة، وأحدقوا النظر فرأوا فتاة متشحة بثياب بيضاء جاسية فوق القبة وبجوار الصليب الذي يعلوها. ولما كان جدار القبة مستديرا وشديد الانحدار فقد تسمرت أقدامهم وهم يرقبون مصير الفتاة. ما
مضت لحظات شهدوا بعدها الفتاة الجاسية وقد وقفت فوق القبة، فارتفعت صيحاتهم إليها مخافة أن تسقط، وظنها بعضهم أنها فتاة يائسة تعتزم الانتحار، فصرخوا لنجدتها، وأبلغ بعضهم شرطة النجدة، فجاء رجالها على عجل، وتجمع المرضى من الرجال والنساء، وأخذ منظر الفتاة يزداد وضوحا ويشتد ضياء. اسمك يأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وخبزنا الذي الغد أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المساء ربنا أن لك الملك والقوة وكل المجد إلى الأبد أمين. أخذنا بركة نهاية في الحفر الجليل أنبا مقار أسقف الشرقية، والاسم مقار أريه طوباوي، فكان يليق بالعذرة الطوباوية أن يباركنا وتباركنا النهاردة ويشرفنا ويصلي من أجلنا. نهاية الحفر الجليل أنبا مقار الطوباوي، ربنا يديم رئاسة كهنوتك يا سيدنا سنين كثيرة وأزمنة سلامية هادئة مديدة. ناخد جزء ثاني الى حين وصول نيافة الحبر الجليل انبا يوانس. الناس افتكرت ان الست دي الواقفة على القبة انها تعتزم الانتحار، فصرخوا وطلبوا بوليس النجدة، واخذ منظر الفتاة يزداد وضوحا ويشد ضياء، وظهرت الصورة واضحة لفتاة جميلة في غلالة من النور الابيض السماوي تتشح برداء ابيض، وتمسك في يدها بعض من أغصان الزيتون، الزيتون معانا، وفجأة طار سرب من الحمام الأبيض الناصع البياض فوق رأسها،
حينئذ أدرك أن هذا المنظر روحاني سماوي. ولكي يقطع الشك باليقين سلطوا أضواء كاشفة على الصورة النورانية فازدادت تألقا ووضوحا، ثم عمدوا إلى تحطيم المصابيح الكهربائية القائمة بالشارع والقريبة من الكنيسة، فلم تختفي الصورة النورانية، أطفأوا المنطقة كلها، فبدت الفتاة في ضيائها السماوي وثوبها النوراني أكثر وضوحا، وأخذت تتحرك في داخل دائرة من النور يشع من جسمها إلى جميع الجهات المحيطة بها. عندئذ أيقن الجميع بأن الفتاة التي أمامهم هي دون شك مريم العذراء، فعلى التصفيق والصياح والتهليل حتى شق عنان السماء هي العذراء هي أم النور. ثم انطلقت الجموع تنشد وترتل وتصلي طوال الليل حتى صباح اليوم التالي. ومنذ هذه الليلة 2 أبريل 68 والعذراء الطاهرة تتجلى في مناظر روحانية مختلفة أمام الألوف وعشرات الألوف من الناس، مصريين وأجانب، مسيحيين وغير مسيحيين، رجالا وسيدات وأطفال، ويسبق ظهورها ويصحبه تحركات لأجسام نورانية تشق السماء الكنيسة بصورة مثيرة جميلة ترفع الإنسان الطبيعي فوق مستوى المادة وتحلق به عاليا في جو من الصفاء الروحي. ولعل أكثر مناظر ظهورا تجليها عديدا من المرات في شكل فتاة ترتدي طرحة بيضاء تطل من طاقة في القبة الشرقية البحرية اللي هي على حارة خليل، بين طاقات هذه القبة تومئ برأسها الملكي أو ترفع كلتا يديها وكأنها تحيي أو تبارك، وتارة تبدو حاملة المسيح له المجد في صورة طفل على يدها اليسرى، وأحيانا تبدو وفي أحد يديها غصن زيتون. والملاحظ أنه قبل أن تتجلى العذراء في إحدى طاقات هذه القبة وهي عادة مظلمة عشان مقفولة، القبة مقفولة، السقف مقفول، يبقى القبة بس اللي هي منورة، وهي عادة مظلمة حالكة الظلام لأنها مغلقة تماما من أسفل بسقف الكنيسة بحيث لا تصل إليها أنوار الكنيسة من الداخل. عندما تكون مضاءة يظهر أولا في القبة نور خافت لا يلبس أن يكبر شيئا فشيئا حتى يصير في حجم كروي تقريبا ولونه أبيض مائل إلى الزرقة. ومن بين المناظر الرائعة جدا هذا المنظر الذي تبدو فيه العذراء جسما بلوريا مضيئا ناصعا جدا، وهي واقفة وقفة ملكية في قامة منتصبة ممشوقة تملأ إحدى طاقات القبة البحرية الغربية في حجم صغير متناسق، وكأنها تمثال من النور الوضاء المشع الأبيض الناصع البياض يمتد كاملا من الرأس إلى القدمين في كل طاقة القبة بشكل يريح القلب والنفس ويشيع الأمن والسكينة في كل إنسان حتى ينسى وجوده أمامه من فطمة يتولاه من انبهار وانجذاب. Oh.
نفس بابا أبطا ودرس نم بنيوت نهبس كوبوس أبا يؤنس نم بنيوت نهبس كوبوس أبا مستحقين نصلي بالشكر يا أبانا الذي في السماوات. يتقدس اسمك يأت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي لا تعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين لنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. تفضلوا ارتاحوا. نشكر ربنا النهارده العذراء من نور راضي علينا وفرحانه بينا اثنين ألفا نيافه الحفر الجليل الانبا يؤنس وده طبعا حبيب لينا من زمان وللتسبيحه وللعذراء ونيافه الحفر الجليل الانبا مكاري واسقف العاشم رمضان الانبا مقار انا اسف الانبا مقار بركه كبيره جدا العذراء مباركنا فيها النهارده. زي ما قلت أبونا بشوية النهاردة العيد عيدين أو نقول ثلاث أعياد أو نقول أعياد وأعياد عيد تجلي الست العذراء بروايح العطرة في كنيسة الزيتون في 2 أبريل 68 النهاردة العيد 47 و47 ده ليها مغزى حلو 47 يعني 7 و4 7 وجنبها 4 عشان كده سيدنا باركنا النهارده. بنشكر حضرات اصحاب النيافه نيافه الانبا يؤنس في نيافه الانبا مقار وزي ما قلنا زمان هنقول كمان وكمان كلنا للسما ناظرين وفي قلوبنا شوق وحنين بحبك يا عذراء هيمين ولشفاعتك طالبين هنفضل دايما فاكرين 2 أبريل 68 وكل سنة وانتم طيبين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه ورحمه وبركه للابد امين. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعيد عليكم الايام بخير. الاماكن اللي تقدست بظهور العذراء حاجه تاني. يعني انتوا شعب محظوظ. يعني مثلا انا في اسيوط في دير درونكا العذراء زارت دير درونكا فالمكان مختلف عن باقي الاماكن. من قيمة شهرين طب مؤاخذة يا سيد لا لا مؤاخذة طب معلش من قيمة شهرين كده
فكان في احتفال، كنت قاعد مع واحد من المسؤولين الكبار قوي، فقال لي ده انا سمعت ان انت رحت اسيوط. قلت له ايوه. قال لي بتروح دير درونكا؟ قلت له طبعا. قال لي عارف انا كنت لواء وقائد الكتيبه الملاصقه لدير درونك، قعدت 3 سنين. فقال لي في ال3 سنين دول ما عداش اسبوع واحد ما كنتش اروح الدير عشان اشرب قهوه في الدير. فهو بيقول لي ايه يا اخي ما تفهمش ايه الجاذبيه اللي في المكان ده. قلت له لا افهم. هو بيقول لي يا اخي ما تفهمش ايه الجاذبيه اللي في المكان ده. قلت له لا افهم. قلت له عارف ايه الجاذبيه؟ ان العذراء ام النور زارت المكان. قال ايوه ستنا مريم، يبقى هو ده السبب في الجاه في المكان ده. فطبعا الاماكن اللي بركتها العذراء ام النور حاجه تاني خالص. انا فاكر ساعه ما كنا بنصلي في كهك السنه اللي فاتت، او قصدي كهك اللي فات، فبقول الزيتون زيتون، الزيتون زيتون، البركه اللي في هذا المكان يعني حاجه تاني خالص. معلش عايز اقرا جزء من السنكسار بتاع النهارده تاني. حد فيكم كان عايش سنه 68 كده و ايوه. انا شخصيا والدي الله يرحمه، احنا كنا عايشين في ملاوي، فوالدي الله يرحمه جه قعد ليله هنا، وفي الليله دي شاف العذراء ساعه وتلت. رجع ما اقول لكمش كان بيقول ايه. المتنيح الانبا اثناسيوس مطران بن سويف، انا سمعت القصه دي ابهات مش عارف صح ولا غلط. ها ايوه قدسك كنت معاشر الحكايه دي يا ابن يوحنا. المتنيح الانبا اثناسيوس مطران بن سويف كان ضمن لجنه لمعاينه الزهور، ففي يوم لما الارض فقال الفراش افتح لي الباب وطلع فوق السقف، فهي العذراء كانت فوق يعني فوق القباب وهو طلع فوق السقف ووقف. واحده من دير بنات مريم رسمت صوره للعذراء ام النور، قال لها صغري المناخير شويه، لانه واضح انه من كتر ما كان واقف جنبيها خالص فشايف الملامح بالظبط، قال لها صغري المناخير شويه. والتاني لما كان يتكلم عن ظهور العذراء، طيب نقرا جزء من السنكسار. في مساء مثل هذا اليوم من سنة 1968 لميلاد المسيح، وفي عهد البابا كيرلس السادس، البابا 116 من باباوات الكرازة المرقسية، بدأت سيد كلنا وفخر جنسنا مريم العذراء تتجلى في مناظر روحانية نورانية في وعلى قباب الكنيسة المدشنة باسمها الطاهر في حدائق الزيتون من ضواحي مدينة القاهرة. وقد توالى هذا التجلي في ليالي متتالية بصورة لم يعرف لها نظير في الشرق أو في الغرب، وقد يطول هذا التجلي في بعض الليالي إلى بضع ساعات دون توقف أمام عشرات الآلاف من البشر من جميع الأجناس والأديان، والكل يراها بعيونهم ويشيرون إليها ويتشفعون بها في ترتيل وابتهال ودموع وتهليل وصلاة، وهي تنظر إلى الجماهير نظرة حانية ترفع أحيانا كلتا يديها لتباركهم من جميع الاتجاهات. وأول من لاحظ هذا التجلي هم عمال مؤسسة النقل العام بشارع طومان باي الذي يطل على الكنيسة، وكان الوقت مساء. هو الغفير عبد العزيز علي المكلف بحراسة الجراش ليلاً،
رأى جسما نورانيا متألقا فوق القبة يصيح بصوت عالي نور فوق القبة، ونادى على عمال الجراج فأقبلوا جميعا وشهدوا بأنهم أبصروا نورا وهاجا فوق القبة الكبرى للكنيسة، وأحدقوا النظر فرأوا فتاة متشحة بثياب بيضاء جاسية فوق القبة وبجوار الصليب التي يعلوها. ولما كان جدار القبة مستديرا وشديد الانحدار فقد تسمرت أقدامهم وهم يرقبون مصير الفتاة. مضت لحظات شاهدوا بعدها الفتاة الجاسية وقد وقفت فوق القبة، فارتفعتهم إليها مخافة أن تسقط، وظنها بعضهم أنها فتاة يائسة تعتزم الانتحار، فصرخوا لنجدتها وأبلغ بعضهم شرطة النجدة، فجاء رجال النجدة على عجل وتجمع المارة من الرجال والنساء، وأخذ منظر الفتاة يزداد وضوحا ويشتد ضياءا، وظهرت الصورة واضحة لفتاة جميلة في غلالة من النور الأبيض السماوي تتشح برداء أبيض وتمسك في يدها بعض من أغصان شجر الزيتون، وفجأة طار ثرب من الحمام الأبيض الناصع البياض فوق رأسها. وحينئذ أدركوا أن هذا المنظر روحاني سماوي، ولكي يقطعوا الشك باليقين سلطوا أضواء كاشفة على الصورة النورانية فازدادت تألقا ووضوحا، ثم عمدوا إلى تحطيم المصابيح الكهربائية القائمة بالشارع والقريبة من الكنيسة، فلم تختفي الصورة النورانية فأطفأوا المنطقة كلها، فبدت الفتاة في ضيائها السماوي وثوبها النوراني أكثر وضوحا، وأخذت تتحرك في داخل دائرة من النور يشع من جسمها إلى جميع الجهات المحيطة بها. عندئذ أيقن الجميع بأن الفتاة التي أمامهم هي دون شك مريم العذراء، فعل التصفيق والسياح والتهليل حتى شق عنان السماء هي العذراء هي أم النور. ثم انطلقت الجموع تنشد وترتل طوال الليل حتى صباح اليوم التالي. ومنذ هذه الليلة والعذراء الطاهرة تتجلى في مناظر روحانية مختلفة أمام الألوف وعشرات الألوف من الناس، مصريين وأجانب، مسيحيين وغير مسيحيين، رجالا وسيدات وأطفال، ويسبق ظهورها ويصحبه تحركات لأجسام روحانية تشق سماء الكنيسة بصورة مثيرة جميلة ترفع الإنسان الطبيعي فوق مستوى المادة وتحلق به عاليا في جو من الصفاء الروحاني. عايز أقول بس ثلاث نقط في عيد ظهور العذراء. نمرة واحد يا أحبائي هي إطلالة حب من السماء. طبعا الناس اللي شافوا العذراء سنة 68 يقدروا كلامي كويس قوي. إطلالة حب من السماء. نحن العابرين في وادي البكاء، كل واحد فينا ليه مشاكله ومتاعبه. لما السماء كده تطلع بهذه الإطلالة هي إطلالة حب من السماء. نمرة اتنين، ظهور العذراء أم النور يقوي إيماننا. صحيح طوبى للذين آمنوا ولم يروا، ولكن هذه الإطلالة من السماء تقوي إيماننا، تخلي إيماننا يزيد. إحنا مش عايشين لوحدينا، وإن ربنا قريب جدا جدا مننا. نمرة ثلاثة، ظهور العذراء أم النور
معناه مباركة لكنيستنا القبطية، وإننا ماشيين على الضرب. ففي مصر موسى النبي رأى العليقة، وفي مصر في برية سيناء موسى النبي تسلم لوحي العهد فوق جبل سيناء هنا، ومصر اللي قال عنها ربنا مبارك شعبي مصر. ويكون في وسط أرض مصر مذبح للرب، وزي ما قال أشعياء النبي: ويعرف المصريين الله، ويعرف المصريين الله، ويعرف الله من المصريين. آية كده في أشعياء 19. وبعدين تكللت بظهور العذراء أم النور في الزيتون. احنا بنفخر ان احنا نقول احنا اولاد الكنيسة القبطية. هو رضا من السماء على كنيسة مصر، هذا الرضا هيفضل طول الايام، وكلنا هنروح يا احبائي، وهيجي جيل تاني ورانا، والجيل ده هيكون هنا هيقولوا من 50 سنة ظهرت العذراء هنا، ومن 100 سنة العذراء ظهرت في الزيتون هنا، والبركة اللي اديتها العذراء لهذا المكان، بركة اللي اديتها العذراء لهذا المكان هتفضل مدى الأجيال. لما بقول لكم في كهك الزيتون، هي الزيتون طبعا، لما نصلي في الزيتون غير لما نصلي في أي حتة تاني. يبقى نمرة واحد هي إطلالة حب من السماء علينا نحن السائرين في البكاء. نمرة اثنين هي إطلالة إيمان، إطلالة حب من السماء يزود إيماننا. احنا مجرد بس لما نسمع القصة دي كده إيماننا بيزداد. نمرة ثلاثة هي بركة من السماء لكنيسة مصر وللأقباط، ودي كأن ربنا بيعتمد ان احنا ماشيين على الضرب. لو كنيسة مصر والأقباط مش لا يرضوا الله، ما كانتش العذراء تظهر في الزيتون أكتر من 2 سنين. فهنفضل نعيد بهذا العيد يا أحبائي كل سنة من كل قلوبنا، بل والأجيال اللي جاية من ورانا هيقولوا العذراء ظهرت من 100 سنة، ونفخر بهذا. ولكن ينبغي علينا أن نتفاعل مع هذا الجو الروح يا أحبائي، ما نبقاش في هذا المكان اللي كله بركة ونسلك بما لا يرضي الله. إنما وجودنا في هذا المكان اللي كله بركة يخلينا نتشجع أكتر، نقرب أكبنا، نصفو أكتر مع ربنا. وربنا يكون معاكم، وكل سنة وانتم طيبين، كل سنة والأباء طيبين، كل سنة وسيدنا البابا طيب، كل سنة ونيافة الأنبا مقار حبيبنا طيب. لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن والآن. من كل القلب بنشكر نيافة الحبر الجليل الأنبا يؤنس المحبوب لنا كلنا، ربنا يديم لنا رئيس كهنوته دايما يمتعنا بكلماته الجميلة. بعد إذن نيافة أنبا يؤنس، بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. الحقيقة أنا أول مرة أجي أتكلم اليوم ده، بس أنا فرحان جدا، لأن أنا فاكر في 80 كنت لسه يعني طفل صغير، والدي خدني على كتفه، والدتي كانت معاه أخويا الأكبر مني، وجينا هنا قعدنا في الجراج ده. الحقيقة أنا نمت، عشان أبقى أمين معاك ومتذكر جدا، أنا نمت، هم شافوا النور لكن أنا نمت ما شفتش حاجة.
اللي بيكسل ما بيشوفش حاجة. وانا فاكر حتى وقتها كان ركبنا القطر من طنطا علشان نيجي لحد محطة مصر، ومن محطة مصر ركبنا من كوبري الليمون عشان نيجي عند محطة الزيتون هنا. كان وقتها لسه ما فيش مترو الانفاق والكلام الحلو بتاع اليومين دول. هنتكلم عن لحن من ألحان العذراء. العذراء لها ألحان كتير قوي في الكنيسة القبطية، لها ألحان كتير قوي في الكنيسة القبطية. أشهر ألحان العذراء إيه؟ ها؟ بشفاعات. أشهر ألحان العذراء بشفاعات، كل ولاد مدارس لحن حافظينه. ويليه على طول لحن تاني اسمه ها؟ بعد بشفاعات لحن بيتقال كده يعني بشفاعات ها؟ بيتقالوا مع بعض كده واحد قبل التاني. ها افرح يا مريم. مش سامع. السلام لك يا مريم. حلو. إذن أكتر ألحان الكنيسة، أكتر ألحان الكنيسة تكرارا للعذراء هما بشفاعات وفرح يا مريم. حلو. أحلى ألحان الكنيسة موجود في التسبحة شيريني ماريا وسيموتي بتوع التسبحة. الهزات كده كتيرة وحلوة، واللحن كده لما نيافت أنبا يؤنس بيبقى موجود بيبقى اللحن حلو. النهاردة هنتكلم عن لحن تاني اسمه أطايبرسينوس اللي هو بتاع الأوتار. المديحة بتاعت العذراء عارفينها، بتاعت يا ميم ره يه ميم، بنيجي في حتة الأوتار كده ونهدي والدف يشتغل، وأنا تلميذ صغير عند نيافة أنبا يؤنس، ونقول لك بقى الوتر الأول كذا والوتر التاني كذا والوتر التالت كذا. النهاردة هنتكلم عن الأوتار بتاعت العذراء. هنتكلم عن إيه؟ الأوتار بتاعت العذراء. بس خد بالك ان اللحن ده كله متاخد من مزامير العهد القديم. طب والعهد القديم ماله ومال العذراء؟ العهد القديم يا ابونا ما بيتكلمش عن العذراء، ده العهد القديم جه قبل العذراء بكتير. جه قبل العذراء بكتير، بس كان ايه؟ بيتنبأ عن العذراء. يعني اذا اللحن ده 10 أوتار في 10 مزامير، كل مزمور بيتكلم عن نبوة من نبوات لمين؟ للعذراء. كل مزمور بيتكلم. نقرأ مع بعض ونشوف. هذه العذراء نالت اليوم كرامة، هذه العروس نالت اليوم مجد، هي ملتحفة بأطراف موشاة بالذهب، مزينة بأنواع كثيرة. أول كلمة حقف عندها كلمة الإيه؟ العروس. كلمة العروس. إذن العذراء هي العروس بتاع المسيح. حلو. وبعدين هي بس اللي عروس للمسيح؟ لا، ده الكنيسة كلها عروس للمسيح. الكنيسة كلها عروس للمسيح. ومش بس كده، ده بولس الرسول خطبتكم بيقول كده، خطبتكم كعذراء للمسيح. يعني احنا كمان ها كل واحد فينا ايه؟ عروس للمسيح. كل واحد فينا عروس، بس مطلوب ان احنا نكون ايه؟ مزينة بانواع كثيرة. خد بالك، المسيح عايز الزينة الخارجية ولا ها زينة القلب اللي من جوه؟ مش عايز الزينة الخارجية، ده عايز زينة ايه؟ زينة القلب. عايز مزينة بأنواع كثيرة. العذراء كانت مزينة بأنواع كثيرة، كان فيها فضائل كتير، واعتقد ان هنا حضرنا عظات حلوة عن فضائل العذراء المتنوعة، الاحتمال والصبر والصمت وحاجات حلوة كتير قوي في حياة العذراء. عشان كده يتقال ان العذراء مزينة بأنواع كثيرة. لكن انا كإنسان، أنا كفرد، أنا كعروس للمسيح، أنا عندي مزينة بأنواع كثيرة. يعني إيه؟ مش هو قال أنتم هيكل الله وإيه؟
روح الله فيكم. حلو، أدام الروح الله ساكن فينا يبقى لازم يبقى فينا ثمر. ريت كل واحد فيكم يتعلق بفضيلة واحدة بس، بثمرة واحدة من ثمار الروح تكفي انها تدخله فين؟ تدخله الملكوت. يعني الانسان اللي عنده سلام من جوه، الانسان اللي عنده سلام من جوه ممكن يخش الملكوت، اللي عنده محبة للاخرين يخش الملكوت، اللي عنده طول انا واحتمال يخش الملكوت، اللي عنده تعفف، اللي عنده صبر. بس انت عندك ايه؟ حتى لو مزينة بنوع واحد، بابا شنودة قال كده، مش هي العذراء بيقول مزينة بانواع كثيرة؟ بنقول احنا بس يا ريت نكون الواحد فينا عنده ها حاجة واحدة، حاجة واحدة، الواحدة دي، الفضيلة الواحدة، الثمرة الواحدة دي ممكن تدخله الملكوت. لان احنا لازم نكون مثمرين لروح مين؟ لروح الله. ماشي، الوتر الاول. يقول لك داود حرك الوتر الاول من قيصرته صارخا قائلا: قامت الملكة عن يمينك ايها الملك. العذراء قامت عن يمين الملك لانها ام الملك. اليمين دايما بيرمز لايه؟ ها، للقوة. اليمين دايما بيرمز للقوة. هل أنا قوة ربنا في حياتي؟ هل أنا إنسان بيعمل في حياتي بقوة ربنا؟ ولا بعمل بقوة ذاتي؟ فاكرين شمشون؟ شمشون كان بيشتغل بقوة إيه؟ قوة ذاته. كان عنده ربنا مديله قوة جديدة جدا عشان خلصات إيه؟ شعره. لما حلقوله شعره إيه؟ صار كواحد من البشر. يا ترى انت عندك قوة من ربنا في حياتك؟ قوة من ربنا في بيتك؟ يا ترى شكل حياتك كده ربنا موجود جواها؟ هل لو انا قلت اقدر اقول ان انا عن يمين الله، ان ربنا مديني قوته، ان انا لما بشتغل بحس ان دي قوة ربنا، ولا بحس ان انا شاطر وبعرف اعمل؟ بولس الرسول مرة قال كده، قال عندي مشكلة في الجسد، شيطان لطمني. مين هو اللي صرخ وقال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك؟ قال له اليوم تكون معي ايه؟ في الفردوس. اذا كل اللي بيطلب قوة ربنا، ها، ربنا بيعمل ايه؟ بيسنده. كل اللي حاسس انه جديد وقوي بيقع لوحده. ماشي، اول وتر عرفنا منه ايه؟ القوة بتاعت ربنا. ماشي، الوتر التاني. حرك الوتر الثاني من قيصرته صارخا قائلا: اسمعي يا ابنتي وانظري واميلي اذنك وانسي شعبك وبيت ابيك. اسمعي، انظري، اميلي اذنك، انسي شعبك. ايه يا ابونا ده؟ ايه يا ابونا ده؟ مش انت قلت لنا اكرم اباك وامك، ليه بتقول المره دي انسي شعبك؟ هو العملية ملخبطة بيننا وبين بعض ولا ايه؟ اكرم اباك وامك تروح فين امال؟ احنا مطلوب مننا ان احنا نكرم ابونا وامنا، مطلوب مننا ان احنا نشتغل ونتعب ونعول بيتنا، زوجتي واولادي والناس اللي معايا، واتعب عشانهم. لكن حطيت في موقف المسيح في ناحية وابويا وامي وحياتي كلها في الناحية التانية، هختار ايه؟ فاكرين شهداء ليبيا؟ فاكرين شهداء ليبيا؟
الناس دي كانت رايحة تاكل عيش، رايحة مخصوص عشان تعول أهاليها، كل واحد فيهم عنده والده عنده والدته عنده زوجة عنده أولاد، رايح عشان يشتغل ويعولهم، لا رايح يبشر ولا رايح يدرس ولا رايح يعمل حاجة. لكن في وقت ما، في وقت ما، في لحظة من الزمان قالوا له يا المسيح يا نقتلك، وأدام هتموت هتسيب كل اللي ايه أهلك وناسك وشعبك، هتسيب كل حاجة خلاص هتموت. ده انت رايح عشان الفلوس، نديك فلوس، رايح عشان تشتغل هنشوف لك احسن شغلانة، رايح عشان كذا هنديك كل اللي انت عايزه. لا 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 لا، كل ده حسبتها نفاية، مش كده بولس الرسول قال كده؟ قال حسبتها نفاية عشان اعرف مين؟ اعرف المسيح. يبقى في لحظة معينة نسي ايه؟ ها؟ نسي كل حاجة، افتكر حاجة واحدة بس، انه هيتبع مين؟ هيتبع ربنا. مش بقول لك كده انسي شعبك بيت ابيك ليه؟ بقيت الايه اقول لك لان الملك قد اشتهى حسنك. ربنا عايز يعيش معانا، عايز يكون له تواصل معانا. لكن المشكله ان ودنا بتسمع حاجات تانية، في صوت العالم بيرن في وداني، ممكن ان انا اسيب المسيح عشان اتفرج على فيلم من اياهم، ممكن اسيب المسيح بس كده شوية، يعني هي شوية بس يا ابونا، بس اصل في علاقة معينة في تليفونات وفي شات وفي كلام من ده، وما ينفعش ان المسيح يكون موجود في علاقة زي دي. بقينا نعرج بين الفرقتين، نعرج يعني نعرج يعني شوية هنا وشوية هنا ابونا، يعني انت بس ما تعقدهاش قوي يا ابونا، اصل انتوا ايه عايشين لوحدكم كده وفاكرين الدنيا كلها. يا ابونا لازم يبقى في شوية كده وشوية كده. بس مرة انا قعدت اشتغلت في الدير، اشتغلت 7 سنين رحلات، 7 سنين رحلات، كان بتيجي رحلات من كل الاماكن وبتيجي رحلات من كل الاعمار، فمرة رحلة كلها شابات، فشرحت لهم الدير وفرجتهم، قال واحده منهم قالت له بس كلمه يا ابونا، دقيقه واحده بس، دقيقه واحده يا ابونا، حاضر دقيقه واحده، ايه الحكايه يا بنتي؟ قالت اصلا انا ليا علاقه مع واحد من الايه من الناحيه الثانيه. دقيقه واحده، هل دي تنفع نقول اسمعي يا ابنتي وانظري وانسي شعبك وبيت ابيك؟ الملك عايز يكون له علاقه حلوه مع الناس، لكن احنا ساعات اللي ودنا ايه ها بتبقى مقفولة، ودنا بتبقى مقفولة عشان خاطر فيلم، عشان خاطر علاقة، عشان خاطر مش عارف ايه، نركن المسيح شوية ونعمل اللي احنا عايزينه. عارفين الانجيل بتاع بكرة بيقول ايه؟ كم مرة اردت ها ولم تريده، كم مرة اردت ها ولم تريده. انا عايز اضمكم كلكم زي فرخة كده بتضم الفراخ بتاعها تحت جناحيها عشان احميكم، عشان احميكوا ولم ايه تريدوا. اعتقد كنت لسه بتكلم من يوم كده او يومين، قلت لهم الاخوة بتوع ليبيا دول ربنا حاسس ان عندهم ايمان قوي جدا، حب يظهر هذا الايمان، يقول لك ما ينفعش يجيب مصباح نولعه ونحطه تحت مكيال. طب يا رب تحطه فين؟ قال لك نحطه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. المنارة اليومين دول عارفين اسمها ايه؟ اسمها المالتي ميديا. منارة اليومين دول اسمها المالتي ميديا، فيلم زي ده لف العالم كله في المالتي، الناس شافته، وبدل ما يشوفوه البيت الصغير ولا تشوفوه إبرشية ولا يشوفوه في جمهورية مصر العربية بس، العالم كله شافه. ايمان ناس بسطة وصل لحد فين؟ لحد العالم كله، من أقصاء المسكونة إلى أقاصيها. الإيمان إيه؟ واضح ومعلن. ناس مستعدين نشتغل مستعدين نعول أسرنا لكن ساعة المسيح هو المسيح وبس، ومش عايزين حاجة تانية. اسمعي ها انظري أميلي أذنك ها وانسي شعبك وبيت أبيك. أعتقد أنهم طبقوا الآية دي بمنتهى الدقة وبمنتهى الحرفية. ها حرك الوتر الثالث، يقول لك حرك الوتر الثالث، قال ايه؟ قائلا كل مجد ابنة الملك من داخل مشتملة بأطراف موشاة بالذهب.
كل مجد ابنة الملك ايه؟ من داخل. مرة عملت عظة كانت في الإبرشية وكررتها تاني في كنيسة من كنائس مصر الجديدة، سميتها نيولوك. نيولوك، واحد بيعمل نيولوك. قالوا لي كده، قالوا لي ممكن في ناس متخصصة يجي واحد يعمل نيولوك يقعد مثلا ساعتين ثلاثة يغير شكل البني آدم تماما، بحيث ان انت لو حطيت الصورة القديمة والصورة الجديدة تلاقي الاثنين مختلفين. نيولوك. وقالوا لي، سألت يعني، قالوا يمكن ياخد من مثلا من 5 ل 10,000 جنيه في موضوع زي ده. بس ده عمله من ايه؟ من بره. عمله من بره. المجد اللي عايزينه ايه؟ من داخل. كل مجد ابنة الملكة من داخل. هو ده اللي احنا عايزينه. يقول لك تغيروا عن شكلكم. ها، تغيروا عن شكلكم معناها نيو لوك اهي، مع غير شكل؟ لا، تغيروا عن شكلكم ها بتجديد اذهانكم. يعني عايز الذهن من جوه، عايز القلب من جوه، عايز التغيير اللي جواني ده. قال لك حتى لو صمت ما تغيرش شكلك، ما تعمل عادي خالص كأن طبيعي ومفيش اي حاجه. لو رحت صليت خبي نفسك، لو رحت اي قدمت صدقه مفيش داعي انك تقول لحد. ليه؟ اصل ربنا عايز ابوك الذي يرى ها في الخفاء. شوفوا هنا مجد اهو من داخل. ابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. هو ده اللي هو عايزه، عايز مجد من داخل، مش عايز حاجة من خارج، عايز مجد من داخل. وهي دي النقطة اللي احنا بندور عليها. صدقوني احنا من حوالي شهر ونص شهرين كان بتوع ليبيا دول محدش يعرف اساميهم ولا يعرفهم حتى، لكن كان عندهم مجد من داخل. ربنا ايه بيظهره؟ كان عندهم ايمان من داخل ربنا حب يبينه لينا. بصراحة كده ربنا حب يبكتنا احنا، ربنا حب يبكتنا. انت فاكر يعني ان انت لبست جلابية وحتخش الملكوت بالجلابية اللي انت لابسها دي؟ لا، ده في ناس هيسبقوك، في ناس عندهم ايمان هيسبقوك. مجد من داخل. كل مجد ابنة الملك من داخل. افتكر دايما ان الله دايما عايز الداخل مش عايز الخارج. عشان كده يقول لك انساننا الخارجي يفسد، طب والداخلي ها يتجدد كل يوم. الخارج بيفسد لكن الداخل بيتجدد ايه؟ كل يوم. الوتر الرابع، حرك الوتر الرابع من قصارته صارخا قائلا يدخلنا الى الملك عذارى خلفها. يعني هي في الاول ها وعذارى كتير جايين ايه؟ جايين وراها. عارفين موكب زفة؟ العذراء في الاول وعذارى كتير وراها. معناها ايه؟ معناها ان انت لو مشيت في نفس الطريق اللي هي مشيت فيه ها هتخش معاها فين؟ في الملكوت. لو مشيت في نفس الطريق اللي هي ماشية فيه هتخش ملكوت. هنسأل نفسنا تاني، احنا ماشيين في نفس الطريق ده ولا لأ؟ يدخلنا الى الملك عذارى في اسرها. اللي ماشي ورا سكة الملكوت هو ده اللي هيخش. بيسموها ايه؟ التبعية. لو انت مشيت في نفس السكة، سؤال، طب انا هعرف السكه بتاعتي منين؟ تفتكر كل حاجه بيقولها لك اب اعترافك بتنفذها ولا بتنفذ حاجات وتركن حاجات؟ هل كل حاجه المرشد بتاعك بيقولها لك بتنفذها ولا شويه حاجات معينه ننفذها وحاجات تانيه تتركن؟ عشان كده بيقول لك انك انت لو انت ماشي في الطريق خد بالك ان يكون هو ده طريق العذراء، طريق الملكوت، طريق الاباء القديسين، طريق الملوكي. سمعتوا عن كلمة طريق الملوكي؟ يقول لك كده طريق الملوكي ده هو الطريق الوسط. يقول لك الطريق الوسطى خلصت كثيرين. الطريق الوسطى خلصت كثيرين. هي ده اللي احنا بندور عليه. عشان كده فاكرين في الاول قلت لكم العذراء فيها مزينة بانواع كثيرة، لكن احنا بس لو جبنا واحدة منهم ممكن نخش الملكوت. واحدة منهم
إذا كان العذراء عندها فضائل كتير فإحنا حتى بندور يكون في حياتنا إيه؟ فضيلة واحدة. يقول لك عذارى في أسرها يدخلنا إلى الملك زي ما هي دخلت، إحنا كمان نعمل إيه؟ ها؟ نخش معاها، نخش في نفس الطريق، نوصل لنفس السكة. في مرة واحدة غنية قوي عندها عبيد كتير، عندها عبيد كتير، وكان في ريس للعبيد. الريس ده بتاع العبيد هو عبد برضه، بس كانت ايه، لانه راجل امين فكانت معيناه ريس للعبيد. الريس للعبيد ده كان راجل خير جدا، وبيهتم بالفقراء، بيهتم بالغلابة والتعبانين، على قد ما تحت ايده بايه بيدي الفقراء. المهم الست دي نامت في حلم، شافت بقى ايه الملكوت، وشافت الدنيا الحلوة اللي في السماء، ولقت قصر كبير قوي. فسألت هو القصر ده بتاع مين؟ قال لها القصر ده بتاع رئيس العبيد اللي عندك. قالت ياه، رئيس العبيد اللي عندي ده عنده قصر في السماء حلو كده، امال انا هقعد فين؟ قال لها تعالي اوريك. خدها من ايدها ووراها كوخ صغير كده موجود في السماء. قالت له بقى رئيس العبيد يقعد هنا في القصر الكبير ده وانا اقعد في الكوخ الحقير ده؟ قال اه، ما هو انت ما بتهتميش بالفقراء زي ما هو ايه بيهتم. انت ما بتديش من مالك رغم ان عندك كتير، فعشان كده هو بيهتم بيعمل كل اللي بيعمله للفقراء، احنا ايه بنينا له بيه ايه القصر الكبير. صحيت من النوم مفزوعه، نادت على الراجل بتاع ايه رئيس العبيد بتاعها، قالت له تعالى هنا. قال لها تحت امرك. قالت له انا عايزك تبني لي قصر زي اللي انت بنيته. قال لها انا ما بنيتش قصور، انا ما عنديش فلوس حتى ابني حاجه يعني لعيالي، ابني قصر ايه؟ قالت له لا انا مش قصدي كده، انا قصدي على القصر اللي في السماء اللي انا شفته في الحلم. القصر اللي في السماء اللي انا شفته في الحلم، انا عايزاك تبني لي قصر زي ايه؟ زي اللي انا شفته. يدخلنا الى الملك عذارى ها في اسرها. ماشي، الوتر اللي بعده، الوتر الخامس. صارخا قائلا عظيم هو الرب ومسبح جدا في مد الهنا على جبله المقدس. الله مسبح جدا ها على جبله المقدس. برضه عشان تفهموا كلمة الجبل المقدس ده، أورشليم هي مدينة مرتفعة. أورشليم مدينة إيه؟ مرتفعة، ومكونة من عدة جبال صغيرة جنب بعضيها. مكونة من عدة جبال صغيرة جنب بعضيها. عندنا مثلا في جبل صغير اسمه الجلجسة، وده اللي حصل عنده إيه؟ ها الصليب، بالظبط كده. جنبيه جبل صغير تاني اسمه صهيون، وده كان عليه الخيمة بتاعت داود. جنبيهم جبل تاني صغير اسمه المريا، وده اللي مين اللي بنى عليه الهيكل؟ سليمان بنى عليه الهيكل مكان ما ابراهيم قدم ابنه ذبيحة. إذن مجموعة جبال صغيرة عاملة مرتفع ضخم اسمه أورشليم. أورشليم بقى هي المدينة اللي ايه اللي بتضم ده كله. خد بالك، هو انت لما بتطلع على حتة عالية، احنا ما عندناش جبال هنا، على فرض طلعت فوق برج القاهرة، هتشوف الارض شكلها ايه؟ صغيرة. العربيات يمكن ما تميزش ماركتها ولا الوانها، انت شايف حاجات صغيرة رايحة وجاية لكن مش قادر تميزهم من بعض. كل ما بتعلى بتشوف الارض صغيرة، كل ما بتبعد عن الارض بتعرف ان الارض كلها شيء صغير وتافه. العلو بيخليك ترتفع عن الارضيات، تفكر في ايه؟ في السمائيات. عشان كده يقول لك مسبح جدا في مدينة إلهنا عليه المقدس. في مدينة إلهنا دي مين؟ أورشليم، على جبل المقدس. معناه انك لازم عشان توصل لها تطلع فوق،
كان في مزامير مخصوص كده مكتوب عليها مزامير ايه؟ المصاعد. ليه؟ لان وانت طالع ورايح اورشليم تقول المزامير دي في سرك. ومن اشهرهم طبعا فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب ايه؟ الى بيت الرب نذهب. فرحت بالقائلين لي الى هي دي اللي انا عايز اقوله. كل ما هتعلى اكتر كل ما هتشوف الارض صغيرة، كل ما هتشوف المشاكل الارضية صغيرة وتافهة. الانسان طول ما هو واقف على الارض شايف الحاجة كبيرة وضخمة قدام عينيه يتهيأ له انها حقيقية، لكن لما تطلع فوق بعيد هتشوف كل ده عالم صغير قوي ما يستاهلش التعب اللي احنا ايه بنتكلم عنه. شهوة الارض بتبقى وانت واقف. شهوة الارض والارضيات كل ما بتعلى كل ما بتعلى بتحس انها صغيرة. مرة كنت بتكلم مع اولاد في رحلة من الرحلات بقول لهم انتوا عارفين ان الدودة بتتحول لفراشة بس لازم تخش الايه؟ الشرنقة. يا ترى ربنا هياخدنا السماء واحنا دودة على الارض ولا واحنا فراشة؟ معناها ان احنا لازم نعمل ايه؟ نعلى شوية عن الارض. نعلى شوية. الدودة طول عمرها بتلحس تراب الارض، بصة في الارض، عينيها على الارض، ملهاش غير تراب الارض. ما ينفعش. لازم نبقى زي الفراشة اللي ايه؟ اللي عينها فين؟ في السماء. اللي عينها في السماء. وكل ما هنعلى عن الارض كل ما هنشوف الحاجة على الارض ايه؟ هتعرف تسبح؟ اه. هتعرف تصلي؟ اه. بس لازم تعلى عن الارضيات شوية. طول ما ذهنك بيفكر في الارضيات كل ما تيجي تصلي تحس انك باصص على الارض. لازم الانسان عشان يبتدي يسبح ربنا، الله مسبح جدا عظيم، بس فين؟ في مدينة الهنا، ها؟ على جبل المقدس. لازم نعلى عن الارض. ماشي. الوتر اللي بعد. اجنحة حمامة مغشاة بفضة ومنكباها بصفرة الذهب. ايه يا ابونا ده يا ابونا؟ احنا مش نعرف ان الحمامة بتبقى بيضة والعذراء ظهرت بحمامة بيضة؟ ايه اللي فضة وايه اللي ذهب والكلام من ده؟ خد بالك الحمامة لما بتبقى بيضة وطايرة فوق نور الشمس بينعكس عليها بتبتدي يبان فيها النور السماوي، يبتدي يبان فيها لون الذهب بتاع الشمس بينعكس عليها. كل ما تعلى فوق كل ما يحصل عملية تغيير في الشكل. يعني ايه تغيير في الشكل؟ كل ما بنعلى فوق كل ما التغيير بيحصل، كل ما الشكل بيتغير. عارفين الانسان اللي بيبقى لابس معلش جلابيه وسخه، لو انا قاعد في اوضه ضلمه هيتهيأ لي ان الجلابيه نظيفه لاني مش شايف. كل ما النور يطلع هبتدي اشوف الوساخه اللي موجوده فين؟ في الجلابيه، ابتدي انضفها. النور بيطلع اكتر بشوف الوساخة الصغيرة ببتدي انضفها. النور بيطلع اكتر بشوف اكتر واكتشف ايه؟ الحاجة الوحشة اللي جوايا. اذا كل ما بقرب من النور كل ما خطاياي بتبان، كل ما ببتدي انضف فيها وبالتالي ببتدي اتوب. لكن كل ما انا بعيد متصور ان انا كويس، متصور ان انا كويس، لكن في الواقع ان انا خطايا كتير معايا.
التوب الابيض كلنا خدناه فين؟ في المعمودية. هايل، كلنا خدنا التوب الابيض في المعمودية، وكلنا حطلنا زنار رفيع كده بلون احمر عشان يقول لنا ان البياض ده، النظافة دي، غفران الخطايا كان بدم مين؟ بدم المسيح. يا ترى التوب الابيض بتاعي النهاردة شكله ايه؟ لسه ابيض ولا توسخ؟ مرة كنت بحكي مع مجموعة سيدات عندنا في الإبرشية، قلت لهم الست في مصر لما تلاقي بقعة على قميص ما بتسكتش، لازم تنظفها، مرة تنقعه في مش عارف ايه، ومرة تحط له مادة ايه، ومرة تدعكه ايه، ولسه ما نضفش طب نعمل تاني، وهكذا وراها لحد ما ايه، لحد ما تنضف. وبالاخص تنضفت العيش كده برضو، مش تنضفت العيش الاسبوع الجاي برضو ولا امتى؟ يعني لازم ننظف تنظيف العيد. السؤال، انا نظفت من جوه النهارده ولا مش هنظف؟ ما ده كمان عايز ينظف، قلبي من جوه عايز ينظف. كتير من الناس يحبوا يتناولوا حتى لو مره في السنه يوم خميس العهد، حتى لو مره في السنه، بس لازم تبص تلاقي كل الناس جايه تتناول خميس العهد. يا ترى استعديت من دلوقتي ولا لا؟ يا ترى الريش الابيض بتاع الحمامه ابيض ولا لا؟ يا ترى جهزت نفسي عشان هتناول ولا لا؟ نظفت التوب الابيض بتاع قلبي ولا سايبه بوسخته؟ اخاف اقول ان احنا احيانا بنهتم بالنظافه الخارجيه، بتنظيفه العيد، بالهدوم الجديده، لكن ما بنهتمش ان احنا ننظف القلب من جوه. بنهتمش ان احنا ننظف القلب من جوه. لازم نهتم على الاقل حتى عشان العيد المرة دي. الوتر السابع، جبل الله الجبل الدسم، الجبل المرتفع الجبل الدسم. قلت لك من شوية ان لازم الانسان عشان يسبح ربنا لازم يعمل ايه؟ يعلى شوية، يرتفع شوية، ينسى الارضيات حبة. جبل الله الجبل الدسم. ليه دسم؟ لأن ربنا نفسه موجود فيه. دسم هنا ما هوش دسم جسدي، لكن دسم الروح. دسم الايه؟ دسم الروح. يقول لك يخرج من كنزه جددا وعتقاء. حاجات حلوة كتير، حاجات حلوة كتير. يمكن انتوا تفتكروا او سمعتوا ابونا داود لمعي لما بيتكلم، تحس كده بالدسم في الكلام بتاعه، رغم ان كلامه سهل وهادي، لكن تحس بالدسم في كلامه، دسم. الانسان عشان ياخد هذا الدسم، عشان يعيش فيه، برضه محتاج انه يعلى شوية، محتاج انه يعلى شوية. احيانا امور صغيرة لكن بتفصلنا عن ربنا، مشكلة صغيرة بيني وبين فلان، أو بيني وبين علانة، أو بيني وبين كذا، بتفصلنا عن ربنا. أمور صغيرة محتاجين إن احنا إيه؟ نشيلها. جبل الله الجبل الدسم، الجبل المرتفع الجبل الدسم. الوتر الثامن يقول لك أساساته في الجبال المقدسة، أحب الرب ابواب صهيون. قلت لكم من شويه كده صهيون هي المكان اللي كان فيه خيمه الاجتماع وقت داود النبي. لما جه سليمان بنى الهيكل، اتنقلت من صهيون وراحت حته تانيه اسمها ايه؟ اسمها المريا. لسه قايل من شويه صهيون هي المكان اللي كان فيه خيمه الاجتماع وقت مين؟ ها؟ وقت داود. الهيكل لما اتبنى، اتبنى على جبل المريا، وده جنبيه على طول. يعني صهيون دي حصل فيها حاجتين مهمين قوي في العهد الجديد، حاجتين مهمين حصلوا في صهيون في العهد الجديد، حد يعرفهم؟ احنا كمصريين لازم نعرفهم، احنا كمصريين لازم نعرفهم. محدش برضو قال حاجة لسه، ماشي. قلنا بيت ماري مرقص كان فعلية اللي حصل فيها
العشاء السري. يبقى العشاء السري تم فين؟ في علية صهيون. حلول الروح القدس تم فين؟ في علية صهيون. عشان كده بقول لكم احنا كأقباط، احنا كمصريين لازم نبقى عارفين علية صهيون، لان هي دي اللي تم فيها العشاء السري، وهي دي اللي تم فيها حلول الروح الايه، وهي دي كانت اول كنيسة في المسيحية، هي دي اول مرة يجتمعوا الرسل كانوا موجودين في علية صهيون، اختيار متياس، كل حاجة كانت في علية صهيون. مثل ندى حرمون المنحدر على جبل صهيون بيقول لما كان بيتكلم هو ذا ما احسن وما احلى ان يجتمع الاخوة معا. هي اساساته في الجبال المقدسة، انا الاساس بتاعي فين؟ الاساس بتاعي في الفيسبوك ولا الاساس بتاعي في الشات ولا الاساس بتاعي فين؟ هو بيقول ان اساساته في الجبال المقدسة، حياته مرتبطة بالجبال المقدسة. طب وانا حياتي مرتبطة بايه؟ اساس حياتي فين؟ اتجاه حياتي على اني بوصلة؟ على الجبل المقدس ولا على حاجة تانية؟ احيانا بنهتم باشياء كثيرة جدا ونترك الجبال الايه؟ نترك الجبال المقدسة. اساساته في الجبال المقدسة. فاكرين لما المسيح قال الاساس لما بيبقى على الصخر بتيجي الريح بتيجي المطر ما بيأثرش فيه، لكن الاساس لما يبقى على الرمل يجي اي شوية ريح ولا اي شوية مطر وايه، ويقول لك وكان سقوط هذا البيت ايه عظيما. واخد بالك انا اساسات بيتي فين؟ اساسات ولادي فين؟ كل واحد فينا له اساس في مكان، كل واحد فينا له اتجاهات في اتجاه ما، البوصلة بتاعته بتهدف في مكان واحد. يا ترى المكان اللي انا ظابط البوصلة عليه فين؟ اخاف اقول ان مش كتير اساساتهم في الجبال المقدسة، كتير مننا اساساته في العالم في اماكن مختلفة. ساعات بيبقى وجودي في الكنيسة بالمنظر بس، لكن حياتي بعيدة، حياتي لها اساس في مكان بعيد، وبالتالي مفيش ثمر في حياتي، ربنا مش موجود، لان اخترت ان يكون اساسي في مكان اخر. خد بالك، راجع نفسك، اساساته في الجبال المقدسة، الرب يحب ابواب صهيون، لكن مشكلتي ان انا اللي بعيد، مشكلتي ان لي اساس في مكان بعيد. راجع نفسك، اساسك فين؟ حياتك فين؟ وقتك بتقضيه ازاي؟ اهتماماتك فين؟ راجع نفسك. الوتر التاسع، قالوا عنك اعمالا مكرمة يا مدينة الله. يا ترى انا الناس اللي حواليا بيقولوا عليا ايه؟ عندي دماغي ناشفة، ما بسمعش الكلام، بعمل مشاكل. صدقني احيانا شهادة الناس اللي حواليا بتبقى مهمة، لان بيشوفوني كل يوم، ولما اقول الناس اللي حواليا اقصد اللي حواليا في الجامعة، اللي حواليا في الشغل، اللي حواليا في البيت اللي انا ساكن فيه. ممكن ابقى جوه الكنيسة زي الملاك، لكن بره حاجة تانية، لكن بره حاجة تانية. بندور النهاردة على ناس تشهد للمسيح مش بالكلام، لكن تشهد للمسيح بايه؟ بافعالها. مش كده بيقول كده؟ يرى الناس اعمالكم الحسنة ها؟ فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. هو ده اللي احنا بندور عليه، ناس تشوف اعمال حسنة، سيرة عطرة. احيانا
بتبقى صورتنا ما هياش نور للعالم. الوتر الأخير، الرب اختار صهيون ورضيها مسكنا له. طبعا لما تبقى الإنسان عايش في مخافة ربنا، لما يبقى الإنسان عايش في حب ربنا، لازم ربنا حيسكن عنده، لازم حيسكن عنده. تخش بيت معين من البيوت تحس كده ان ربنا موجود في هذا البيت، يسكن في هذا البيت. التصرفات اللي بينهم وبين بعض حياة مسيحية. يقولك لو حبيت تشوف أيقونة، تشوف أيقونة، عارف أيقونة زي الحيطة كده، أيقونة اللي على الحيطة دي للمسيحية عموما، بص على الأسرة المسيحية. الأسرة المسيحية هي الأيقونة اللي بتظهر المسيحية ذاتها، اللي بتظهر المسيح نفسه. لكن أخاف أقول إن هذه الأيقونة مختفية من بيوتنا. بيوتنا دي ممكن تلاقي فيه صوت عالي، ممكن تلاقي واحد بيرزع الباب، ممكن تلاقي واحد بيشخط، ممكن تلاقي مشكلة نقعد نحل فيها يوم واثنين وثلاثة وشهر. الأيقونة المسيحية في البيت قلت شوية، قلت شوية. النهاردة احنا جايين عشان نحتفل بالعدرة، نحتفل بعيد ظهورها، لكن في نفس الوقت جايين عشان ايه؟ في نفس الخطوات اللي هي مشيت فيها، جايين عشان نمشي وراها، عشان ننال نفس النصيب الحلو بتاعها، عشان ننال نفس النصيب الحلو بتاعها. كل سنة وانتوا طيبين. دلوقتي احنا بنصلي، اسمحولي حنقول اللحن مرة واحدة ونختم بالصلاة في الآخر. أنتي بارثينوس شي إنو طايو إم فوقو أنتي شلتت شي إنو اشتاتي اني بنوب اسال صلخ نقوصو ان ريتي اضافت كيمم بشرب بنكابن تتف كسارة افوش افول افقو امو او 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 جي اصوي ارات سنجتي Bema, ah, ah, ah.
نام بقيت يرفن تبايو افكيم بما شمت كامل تتنف كسار افوش افول افوغو شاري ام بقور سابو اون اسقل خنها نشتاتي اني بنو افكي ام بما افتو انقابل تتر كثارة افوش افول افوغو فهو أمو شوي سوى اف ازمارو اوت اي ما شو او خانث باكي ام بنوتي جن بفتو اف او شرم بف أشجن إيب أنا ها أت أونس كموتي خن أوتو إتنت أونو Oh.
سيمي اني بيلي انت سيون وافك ما بما ابسيتن كابل تتاب كثار ابوش ساجز بيتن هانف قوي ايب طايو او او تيفاكي انت افنوتي صوت بن سيو او او نفس بموز او منشو بنا اري ابرز بابي اي 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 اي
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اختم علينا يا رب بالبركه، اختم يا رب ومد ايدك، اسند كل واحد فينا. انت تعرف ضعفنا، انت تعرف تعبنا، انت تعرف امكانياتنا، انت يا رب تسندنا بشفاعه العذراء امك العذراء، بشفاعه كل مصاف قديسيك. اسمعنا لما نقول لك بالشكر ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا الذي في الارض، اعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير، من مسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه. والان محبه الله الاب نعمه ابن وحيد شركه موهبه طاعته مع جميعكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون مع جميعكم. مع روحي قائده.